السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو ديالنا اليوم غادي يكون على زيت طوطال، حيت بزاف الناس كيستعملوا هذا الزيت وبغاو يعرفوا الفرق بين الزيت الاوريجينال والزيت اللي مغشوشه. المهم الاخوان، راه كاين شي علامات اللي ساهلين بالنسبه لطوطال، بغيتي تعرف واش الزيت مغشوشه ولا لا، واش مصايبه في المغرب. كاين اول حاجه هو هذا النيميرو دولوط، هو كاين هنايا، وهذا النيميرو اللي تحت منه كذلك حتى هو داك الكود كنعرفوا به، وكاين كذلك هذا الرقم التسلسلي اللي كاين هنا لتحت هذا، وكيبدا ب6، وهذا الرقم 6 كيدل على ان هذا الزيت هذه مصيبه في المغرب. وكاين هذا البلاصه اللي كتكون فيها هنايا، هذه كتكون هنايا، ما عرفتش غادي يبان ولا لا، كتكون هنايا ميد ان موروكو، كتكون هنا في هذه البلاصه هذه، وكتكون كذلك ما فيهاش دوبل تيكي هنا، هذه ما كتكونش دوبل تيكي حيت الاوريجينال ما كتكونش فيها دوبل تيكي. والعلامه المهمه الاخوان وهي هذه الطوطال اللي كتكون مغرافية هنا في البوتون هنايا، ملي كتحيد هذه الاغلاقه كتلقى الطوطال تكون مغرافية وتكون اوريجينال مكتوبه فيها، هذه هي اللي مهمه كذلك. ولكن المشكل هو خاصك حتى تاخذها حتى تشريها عاد باش تحلها، هذا باش يمكن لك تشوفها، هذا هو المشكل. ولكن ماشي مشكل، انا غادي نحل لكم، غنحل لكم هذه باش تشوفوها. فوالا هي هذه، كتكون طوطال وكتكون اوريجينال، ما كتبانش مع الضوء، هي اوريجينال. شو كيكون فيها حتى هذا السين، هذا السين هو اللي كيكون حتى هو فيه. والا جاب الله وشريتي طوطال وما لقيتيش فيها هاد البوشونه هادي، راه ماشي اوريجينال غير الدوزيام. وكاين بعض الناس الله يهديهم كيشدوا هاد البيدونات هادو كيعاودوا يشريهم، دوك اللي قدام تستعملوا ديجا تستعملوا، كيعاودوا يشريهم وكيعمروهم بشي زيت اخرى وكيعاودوا يسدوا داكشي وكيعاودوا يبيعوا لاصحاب المال البياس وداكشي. والحاجه الوحيده هنا اللي ما غاديش يعرفوا لها وهي هاد اللسان هذا، هاد التيكيته هادي ما غاديش يعرفوا حيت فيه واحد اللسان هذا، صعيب باش غادي يصايبوا بحال هادي اوريجينال. هادي دابا هي اللي كتكون الفرق ما بين الدوزيام وما بين الاوريجينال. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا على تاريخ الصلاحيه ديال هاد الزيت هادي ولا اي زيت اخرى، فراه الزيت ما كتسالي تاريخ الصلاحيه ديالها حتى كتكب في الموتور وكتحرق في الموتور، لانه البوديزات ديال الزيت كيكون فيهم غير تاريخ ديال الانتاج فقط، كيكون تاريخ الانتاج فقط، وكتبقى الزيت صالحة حتى كتكب في الموتور، ديك الساعة كتسال. وبالنسبة للثمن ديالها المعقولة الإخوان، راه هو 270 درهم، في ستاسيونات كتكون 320 درهم، ولكن المعقول هو 270 درهم. وهذا ما كان الإخوان، ما تنساوش تشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم الجديد، ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. إن شاء الله.